الأمر واضح عند الناس الكل، عند البلدان، عند الزملاء اللي تعطاهوا نفس المهنة، لأنه الإشكال هو أنه الناس في بلادنا في القطاع الفلاحي بالذات والتجارة هذه متاع الأسواق وكذا، المعاملة صعيب باش تكون غير النقص معناه، لأنه السكوك تعرف شنو المشاكل اللي فيها وشنو هي المخاطر خوفات النقل، خلاص الطرق الإلكترونية هذيك شيء مازال من قبيل الحلم، وهذا يعني التجار وقت الأسواق الأسبوعية ولا أسواق الدواب وغيرها، أما حتى بالنسبة للمتاجرة العادية الأعلاف قر تتبن تعرفوا تشوفوا سنة الأسواق قوية، معناها ألف بالا قلت ألف ما نصنوش ألف 200 بالا ولا 300 تاع قرط، هذوما ديجا 5 ملايين فتهم انت ايش يعمل الراجل. وزيد طريقة التعامل مع نتاع السلطات الأمنية في هذا، حتى كانت تكون مسبوقة بأكثر توعية للناس، ساعات الناس يوقفوهم ويحاسبوا فيهم فكوا لهم فلوسهم، ما دام عندك انت شيء كما يقولوا ليبين شنو المأتم تاع التجارة نتاعك وشنو المصدر نتاع الفلوس ثابت. وأول ناس تشكاو منه قبل حتى موسم الحصاد هذايا، ورغم على نقصه وعلى ضعفه، أما التريف اللي ثم وزاد كمل عليه مسألة منع هذايا نقل القمح والشعير بين الولايات، خلينا ذاك موضوع ثاني. الأولاني تشكاو منه الناس اللي عندهم يبيعوا يجريوا في الدواب، أنا وينجم يكون مربي، مش حكي كان عليها كشار ولا كما نقولوا بلغتنا جلاب مهبط 25 راس نعاج ولا غلم ولا بقر ولا كذا، لا لا هذا فلاح عنده زوز عجول باش تدبيهم مصاريف أخرى يهبط باش يبيعهم، أنا يفوتوا 5 ملايين من جندوب الباجة من بوسة من سوق بتاع الخميس وهو جاي من بلاصة من بلطة ولا كذا، يوحل فيهم يوقفوا ثم يعقبهم ثم يفكوا لهم السلعة والفلوس حتى ما يثبتوا شنية الطريقة بتاع البيع والشراء، أو الطريقة أنا قلنا التراسابيليتي كما قلوا زي السلسلة بتاع العمليات ما هيش واضحة في بلادنا، ضيعنا على رواحنا طرق قديمة كانت موجودة وما خديناش طرق جديدة، وبعد نجيو نحبوا كيفاش يقولوا نفرضوا على العباد طرق بتاع تعامل وكأننا احنا عايشين في